راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد يقول انه ماهوش باش يستقيل، ويقول انه زاد قيس سعيد يلزم يتراجع على القرارات نتاعو على خاطر الشعب التونسي يحب علاء الشرعيه. قيس سعيد، الشعب يريد قيس سعيد ولا عوده للبرلمان. مع كامل احتراماتي لراشد الغنوشي، خدم خدمته ما نجحش فيها، شفنا تجربة لمدة ما نعرفش 10 سنين ما نجحتش، تجربة فاشلة، ولذلك نقولوا له معناتها يزي اللي عملته لتوا، يزي، خلي المشعل لسي قيس سعيد، الأخ دي شيء ربي فضله. أنت تقول هكا وتعبر بكل فخرة واعتزاز، شنو السبب؟ على خاطر نحبوه قيس سعيد، اللي عملوه هما في 10 سنين قيس سعيد من باطا وفي شهرين بدا يركح في الامور، يخليوه يخدم، لازم يخليوه يخدم، لازم ينظف، لازم يعمل تنظيفه كبيره باش الدنيا الكل تنظف، باش نجموا نعاودوا نمشكيو الكوارت من اول وجديد، سينو باش نقعدوا ديما تحت الحضيض. وراجل انسان ياسر نظيف، انسان بسيط، انسان يحب بلاده، انسان يحب الشباب، انسان يغزر للفئات الكل، ما عندوش تمييز ما بين معناتها زيرويت، الساحل، صفاقس، تونس، بيجا، كلها سواسي بالنسبه لي هو. الرئيس قيس سعيد ما يترجعش، واش قالها بالحرف الواحد؟ قال للرجوع الى الوراء، لا للرجوع الى الوراء، ومتمسك بقرارات ومعاه الشعب. وراشد الغنوشي اول حاجه كبير في العمر، ويلزمه هو يستقيل، يلزمه هو يستقيل، شنو يحب كرسي ضاي يحبه والتشبت بمجلس النواب، جمدكم روفاري مرسي، شنو ولت الحكايه ولت مسيف؟ عنده الحق، كيفاش عنده الحق بالضبط؟ منتخب، انسان منتخب، انتخابات شرعيه، انا مشني معاه، راني لاني معاه، وما اما اذا باش نحكوا على اصول الممارسه الديمقراطيه، هو انسان منتخب، كيفاش وقيس سعيد بيدو منتخب معناها بنفس الدستور، يعني المفروض انه واحد منتخب ما يتنحى الا بانتخابات. سي راشد الغنوشي انا نشوفه كونه كبر وخرف. علاش كبر وخرف؟ خاطر الناس اللي معاه في حركه النهضه هما بيدهم في داخل الحركه قالوا له يلزمك تستقيل، خاطر ما عطاش لتونس اضافه، عنده 11 سنه يحكم في تونس، فهمني؟ هو والاحزاب الكل بدون استثناء، الاحزاب الكل الشعب ما عادش حاجته بهم، جربناهم ما كانوش في المستوى، سهل الحكايه، تخليوا البلايص لغيركم. يلزم قيس سعيد هو اللي يقود البلاد، والغنوشي فيه البركه. وصلنا لمرحله خايبه خلاص، وصلنا لمرحله خايبه خلاص. يعني من رايانا يلزم قيس سعيد هو اللي يقود البلاد ويحاول يركز ويحاول الحكومه مش يعملها تكون حكومه يختارها حكومه باهيه، وما نحاولوش نرجعوا للوراء. لا ما نتصورش، صعيبه برشا الحكايه. دونك قيس سعيد رجل قانون، دونك يعرف شنو يعمل في الدنيا. ان شاء الله يا ربي تاخذ معاه الناس الكل، ان شاء الله الشعب التونسي يكون في المستوى زادة، على خاطر احنا الحمد لله اخيرا جينا رئيس ممتاز جدا يعرف شو يعمل في هالدنيا. الشعب فرحان به، وانا واحده من الناس فرحانه به برشا. على فكره انا ما كنتش رشحته، دونك ما كنتش نعرفه بالكدا، مي توا عرفت اللي احنا في تونس الحمد لله جانا راجل اللي احنا حاجتنا به. ما نشوفش حتى فائده باش يرجع هو الحكم ولا باش يرجع، خاطر 10 سنين شادين الحكم النهضه ما شفنا منهم حتى شيء. الحوار هذا بعد ما كلت بعضها لو 25 جويي وطلع قرار بتاع قيس سعيد، سي نورمال باش يحكي كيكا، خاطر نتصور تحصر، معناها باين اللي الشعب التونسي ما عادش يحب يعيش الحقبه هذيا بتاع 10 سنين، خاطر ما شفنا حتى شيء. انا نقول له احسن حاجه يعملها هو الاستقاله، يبعد البلاد على كل خطر. هذا انسان معناها ما عادش قابلينه العباد، هو تبارك الله عليه انسان رجل شيخ كبير، هو نورمالمون كبير القوم، هو يبعد يزور، يخلي الناس اخرين صغار يجدوا يعرفوا مصلحة البلاد، عندهم رؤية خير، ماذا بيه يعمل مزية على البلاد وعلى نفسه وعلى عائلته، معناها يسلم المقاليد للناس اخرين. هل يعقل مجلس النواب نيفو نتاعو رابعة ابتدائي ويقعد في الطاولة الأخرى والآخر كناتري والآخر درشنية؟ هل يعقل هذا مجلس النواب فيه كناتري وفيه مافيوزي وفيه لوبي نتاع دواء؟ شنو الإضافة اللي يعملوا فيها؟ ما فما حتى إضافة، مافيا
فهمني، وياخذوا في الفلوس مع عند الدول فهمني باش يحكموا في تونس. عاركة على تونس قطر تدفع في الفلوس للنهضة، الإمارات تدفع في الفلوس العبير موسي، وعاركة هما ياخذوا في الفلوس لولا في الإرهاب تونس. وليت البلاد تطلب فهمني، البلاد حاشيك وحاشا قدرك بوبيل الأخرة في العالم، تونس الأخرة وفي الأفريق الأخرة، وحتى الدبلوماسية ما عادش عندها دبلوماسية. شنو اللي مازال آخر ما يخرج جابوا لنا الزبلة يعني، حاشيك البلاد بوبيل مازال قاعد ماك حكومة إيش بك ما هزيتش الفساد للحبس. أنت تحب تونس يقدها كي تحب تونس، أعطينيك الفرصة الأولى والثانية والثالثة، وينك في هذا الكل؟ باقي شد صحيح عمرك 84 سنة. راشد الغنوش يقول انه الشعب متمسك بالشرعية. لا الشرعية انتهت، الشرعية نتاعو انتهت. قيس سعيد يعرف وش يعمل، وهو راجل قانون قبل كل شيء. رئيس الجمهورية متمسك بقراراتكم، هي والشعب معاه والزواول معاه ولي بوفر معاه. شنو هي مجلس النواب انتهى، حل مجلس النواب نهائيا. من هاو فما نسبة من التوانسة خرجوا؟ لا هذوك لا، هذوك انا نقول لك عليهم مرتشين، مرتشين هذوك. قيس سعيد معاه الشعب، الشعب كله حتى في الخارج، الشعب كله معاه حتى في الخارج. يخلي الدولة فهمتي تسيب الماء على البطيخ؟ ما يمكنش تسيب الماء على البطيخ، لازم رئيس الدولة ياخذ قرارات باش يحافظ على البلاد. قالك بحل البرلمان فما اعتداء على الشرعية والديمقراطية. ما ثماش حتى اعتداء، وما ثماش حتى اعتداء على الديمقراطية، ثماش. رئيس الدولة يعرف وش يعمل. يعني انت تدعم رئيس الجمهوريه في قراراته؟ اي ندعم قراراته، وين عم النهضه القاعده الجماهيريه نتاع بطبيعه فما شكون يحب النهضه، اما توا نتصور الاغلبيه اللي صوتوا للنهضه هما بيدهم اللي يشكيوا من المعيشه ومن الغلاء ومن الفقر ومن برشا حاجات والتهميش. عادي جدا اننا مع الوضع نتاع البلاد هذا والشعب كيفاش يعاني، اكيد باش تمد له انت 20-30 الف سي نورمال باش يخرج لبرا يمشي يعيط بالشرعيه وما الشرعيه. الحكايه مش حكايه شرعيه، الحكايه حكايه مسؤوليه، معناها الشعب لازم يبدا مسؤول زاد، خاطر الشعب ابار التهميش هو بدو داخل بعض وما عادش فيهم روحه شنو يختار شنو ما يختارش. هذه حاجه. الحاجه الثانيه من كثره العباد ومن كثره الفقر في البلاد فهمتني، التونسي كي تعطيه على شنو يجري على 20-30 الف النهار تنجم تبيعه وتشري. التونسي ما عادش كيف قبل، الوعي نتاع التونسي ما عادش كيف قبل. قبل الشعب واعي يعرف كيفاش يختار ويعرف وين يحط ساقيه، توا ما عادش تفهم. الشعب مقسم توا، اللي يحب قيس سعيد، اللي يحب النهضه، اللي يحب التيار نتاع شو اسمه الماركسي ولا الشيوعي ومش عارف شنيا فهمتني، برشا دخلت بعضها. راهو الوضع الموجوده فيه تونس توا يعني تتحمل مسؤوليته برشا اطراف، أطراف سياسية، أطراف نقابية، أطراف تنتمي إلى فئة رجال الأعمال، الكلهم تعرف شنو هو المشكلة في تونس؟ ما ثماش حس وطني، ثماش ولاء. معناها الشعب هذايا مسكين، البلاد هذه مسكينة، ما عندهاش من يعني معناها ناس تغير عليها ولا تحب تخدمها بصدق. اللي يدخل للسلطة يحب يشوف كان مصلحته ولا مصلحة عائلته ولا مصلحة حزبه ولا مصلحة جهته وانتهى. شنو اللي يخلي رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي يشد صحيح في المنصب نتاعه؟ عنده الحق، كون الراجل سي بور سا. مع انه فما برشا من قيادات حركة النهضة قالوا له يلزمك تستقيل. يلزمه ما نجمش، خاطر هو عنده برشا حكايات لازم يكملها. عمره وصحته يسمحوا له انه يواصل في المهام نتاعه؟ والله مش حكايته مرة، ينجم يكون إنسان كبير لكن واعي وفاهم ويعرف شنو يعمل في الدنيا، هو مش واعي حتى طرف. تفوا؟ دونك هذه المشكلة، مصاب كان واعي، مصاب حس بالتوانسة، هو فكر في نفسه، فكر في أولاده، بنته حطها في بلاصة هذيك، وولده حطه في البلاصة هذيك، ما خممش في التوانسة، ما خممش فك الإنسان مسيك المقاس باش يشري قفة. فهمت؟ ثم ناس والله انا نمشي لحي الزهور باغي فوا هكا، مش ديما باغ فوا هكا نمشي، والله ناس تكلب الزبله، والله يستناوك العباد تكمل الخضره نتاعهم وتكمل الدنيا يقلبوها، تشوف العباد بالصف تجري باش تعبي القفه. احنا وصلنا هكا، معناها بلادنا راه كلها ثروات، بلادنا احنا راه عندنا كل خير، كل شيء عندنا في بلادنا،
دونك نورمالمون احنا رانا من اعز البلدان. هو اصغر من بيجي قايد السبسي، بيجي الله يرحمه قدم اضافه لتونس وركحها البلاد الى حد ما. هو عنده شبكه علاقات كبيره رهيبه، يعني اصدقاء وامراء ورؤساء في العالم ومنظمات دوليه، فمش حتى واحد كيف رجل الغنوشي عنده شبكه من العلاقات اللي موجوده تو. تنجم يساويه في هذا، يساويه شويه المرزوقي معروف على مستوى عالمي، سعيد تو. خلينا في نقطة الغنوشي، شبكة العلاقات اللي عنده ماذا فاد بها الشعب التونسي أو تونس ككل منذ 10 سنوات؟ هو بالعكس، يعني ثم توجه بالنسبة لتونس، يعني ثم الدول الخليجية دخلت وولت ودعمت وقدمت معناها ودائع في البنوك، وقطر مثلا، تركيا، يعني مو شخص عادي راهو طيح. الودائع نقول لك حاجه، قدروا طايح كان في تونس هذاك. الودائع والهيبات اللي قد اخذها من الخليج وصلت للشعب التونسي؟ هي مش مسؤوليته هو، عاد هو اكبر دليل اللي هو ديكتاتوري، ولا ما هو يقول ديمقراطي، اما هو يظهر اللي هو ديكتاتوري في احلى منظر، ما في احلى حله. يقولوا ابعد تبارك الله، تو هو يلوم على بورقيبه ويلوم على ناس اخرين، واحنا فما ناس نشوفوا فيهم اللي عندهم 40 سنه و50. يا اخويا فرغوا الساحه، فما الشبان ينجموا يخدموا البلاد بكل جهدهم وبكل ثقه وكل شيء، منورين احسن. يزي واحد ياخذ وقته ويخلي للناس اخرين يخدموا على رواحهم. احنا الشعب التونسي فقنا ما نتحاوروش مع الفساد ومع المفسدين، فهمني، ومع ناس شادة المحكمة سوق ودلالة. التونسي ما يتخبى عليه شيء، تونس راهي دار عربي وبيوت بيوت، نعرفوا كل شيء، نعرفوا الترافيكون، نعرفوا الكناتري، ونعرفوا كل شيء، ما يتخبى علينا شيء. هو ذاك مخابرات البريطانية تخدم بها أمريكا وبريطانيا. يزيك خويا هزيت 10 بليارات 8 بليارات برا السماح، سيبنا يا خويا. أي واحد يحكم فينا يا خويا نحبوا نجوعوا، أنت لا، أنت والأحزاب لا، ما عادش نحبوك تحكم. ما حاشتنا لا بزيد حاكم، لا انا واحد من الناس لا نحب خدمه لا نحب شيء، بطال نحب هذوكم يتنحى، كي يتنحى ونبرد.